نلتقي عبر قناة هلا وموقع بنت مع 4 طالبات جامعيات في الكلية الأكاديمية صفد، والتي عملنا على مشروع خاص ومميز وحصلنا على المرتبة الأولى من خلال هذا المشروع، لنتعرف عليهن وعلى المشروع أكثر. مساء الخير، عرفينا عن نفسك. مساء النور، اسمي نسرين غانم، عمري 25 سنة من المغار، معي شهادة هندسائية خيمياء تروفاتيت، وبشتغل اليوم في المختبر في كلية كنيرت، وبتعلم سنة أولى معرفات مدار في كلية صفات. شكرا نسرين، رح أرجع لك بعد شوي. تعرف على زميلتك. اسمي رنين دغاش، عمري 26 سنة، معي شهادة هندسائية بيوتكنولوجيا، وأنا طالبة سنة أولى في كلية صفد في معرفة ميدان. شهادة الهندسة من أي كلية؟ أورت براودي كمان. نعم، شكراً. نتعرف عليك. أنا أريج حناوي من المغار، عمري 25 سنة، خريجة لقب أول علم السلوك من كلية كنيرت، وأنا إسا طالبة جامعية في كلية صفد معرفة ميدان. نعم، شكراً. ثراء. ثراء جابر من المغار، 26 سنة، حاصلة على لقب أول علم السلوك في كلية كنيرت، وحالياً بتعلم سنة أولى، طالعة سنة ثانية في كلية صفد معركة ميدان هوليوود. نعم ثراء، يعني خلينا معك شوي واحكي لنا عن المشروع اللي أخذته في عقابه الجائزة. المشروع عبارة عن رحفان ليزر اللي بيعطي أشعة على مساحة أرض لتخطيط قياسات لأدريخال نوف، مهندس هندسائي، وكل من بيشتغل في مجال القياسات. هذا الرحفان بيساعد على التدقيق في القياسات، بيعطي النتيجة اللي هي متطابقة مع تخطيط القياسات اللي بيعمله أي مخطط أو بيشتغل في مجال القياسات. شكرا كثير. رنين، بدي أسألك، من وين إجت فكرة المشروع؟ المشروع بلش من دورة في الكلية اللي طلبت مننا نلاقي ابتكار حديث متطور اللي بيساعد فئة معينة من الأشخاص. الفكرة اجت من أبو ثراء اللي هو أدريخال نوف، واجه كثير صعوبات في مجال عمله. نعم. نسرين، بدي أسألك، قديش وقت اشتغلتوا على المشروع وشو الصعوبات اللي واجهتكم؟ على المشروع اشتغلنا تقريبا السنة، واجهنا صعوبات خاصة انه احنا الاربعة تعلمنا مجال ثاني ونشتغل برضه في المجال مختلف كليا. الصعوبة اللي واجهناها كانت في الماراثون اللي اقيم في كلية صفاد، كنا مع فكرة مختلفة، والانتقال لتنفيذ فكرة جديدة ما كانش سهل. أريج، بدي أسألك، يعني إحنا كنا في سنة غير اعتيادية زرتنا خلال جائحة الكورونا، وأكيد جائحة الكورونا كان هناك تأثيرات وتحديات وصعوبات بالنسبة لكم كطالبات في الكلية وبالنسبة لمشروعكم. واجهنا كثير صعوبات في فترة الكورونا. أول صعوبة كانت إنه ما قمناش نقدر نلتقي كثير مع بعض، وخاصة إنه قرية المغار عندنا صارت قرية حمراء وصار فيها كثير مرضى في الكورونا، فالوسيلة الوحيدة اللي كنا نقدر إنه نستعملها كانت هي عن طريق الزوم، فكنا نعمل اللقاءات تبعونا على الزوم عشان نقدر نتقدم في المشروع تبعنا. رنين، شو طموحك وشو أحلامك المستقبلية؟ أكمل في المشروع اللي بلشنا فيه مثل ما لازم، نتقدم أكثر فيه، نصل لنجاحات أكثر، أكمل التوأر برضو في نجاح، ألاقي شغل كيف دايما بحلم، ألاقي شغل منيحة أتريح فيها وأتقدم في حياتي. ثراء، يعني كطالبة في كلية صفد، طالبة متفوقة اللي حصلت على جائزة في مشروع، شو الكلمة اللي ممكن توجهيها على الصبايا اللي في الأصغر منك اللي هن على أعتاب التعليم؟ بدي أقول لهم إنه ولا مرة في إشي اسمه نهاية، دايما إحنا لازم نتقدم، نشتغل على حالنا أكثر، نطور من حالنا،
أريج بدي أسألك أنت عن هواياتك، شو هواياتك وهل يعني معك وقت كطالبة في الكلية واشتغلت على مشروع زي هذا أنك تمارسي هاي الهوايات؟ أنا هواياتي أنه أكتب وأطلع الأشياء اللي جواتي، بس مع التعليم وخاصة أنه إسا عم نشتغل على هذا المشروع عم بتعلم طائر اللي هو مش هوايين، فبلاقي كثير صعوبة أني أكمل في هاي الهواية، فبتمنى أنه أقدر أني أوافق بين التعليم والهوايات تبعوني. نسرين، سؤالي لإلك يعني من هو داعمك الأول؟ الداعم أو الداعمين الأكبر لإلي هم أهلي، أبوي من وإحنا صغار بحب إنه نتعلم ونتقدم في حياتنا ودايماً لقينا هذا الدعم وبلقيه برضو من كل عائلتي مش بس من أبوي.